يادي النيلة السودة عليا. يا زين في الجماعة اللي قدامي بيهدوا حربي. عادي يا زين، ايه المشكلة؟ يعني ايه المشكلة يا حربي؟ اخلع منهم وحصلني على المكسب. سلام. ماشي يا حربي، الله يخرب بيتك. يلا بقى، هي موتة ولا اكتر. ايه ده؟ ايه؟ دي مش التريلا؟ مش التريلا؟ يا نهار اسود ومنيل. ملهاش اثر. طب اركب. هنروح فين؟ نروح نشوف ايه اللي حصل. الحاجه نامت ولا فرقعت ولا حصل ايه اللي حصل؟ ده يوم اسود. اركب اركب يا اخويا، اركب بسرعه. يلا لف بسرعه. مش قلت لك راجعين ياض؟ الحمد لله. بس برافو عليك اصلي. مش قلت لك؟ امال العربيه مين دي؟ بلاش اسئله غبيه يا بركه. طيب طب زي ما كاش معاك ليه؟ يا ابني جاي وراك اهو. وصل اهو. سلام يا زين. عشرة على عشرة يا ياض، طلعت ابن جنية بصحيح. اهو كده تعجبنا يا صاحبي، مش قلت لك بطل تشاؤم وخليك متفائل كده على طول. لا ما خلاص، التشاؤم ده طلعته بالتلاتة. عليا النعمة، بحبك يا أشقر. حبيبي حربي. ده بتكلم مين؟ أكلم المعلمة طمنها؟ كلمها. الو. ايوه معلمه، كويس انك لسه صاحي. وانت فاكر ان انا اقدر انام من غير ما اطمن عليكوا على العمليه؟ لا طمنا يا معلمه، كله تمام التمام. حصلت اي مشاكل؟ خالص يا معلمه، كله اصلي. احنا دلوقتي هنشون البضاعه، وبكره ان شاء الله الصبح هجي لك ارسيكي على الموال كله ونشوف هنتصرف ازاي. الليله تفوت عليا الليله، مش هستنى لغايه بكره. سلمي على زين وعلى بركه. يوصل يا معلمه.